أسر كاملة رحلت ولم يبق منها من يروي ما جرى ليلة الزلزال المدمر، وآخرون قدرت لهم النجاة، ولكن مع جروح وتجربة مريرة يصعب تجاوزها. عائلة عبد الكريم صالح كانت أحد الأسر المنكوبة التي خسرت 2 من الأبناء في ريعان الشباب، ريم وأبي، ونجت الأم والأب والأخ الثالث الذين لا تفارقهم أحداث الذكرى الأليمة. هنا ضم الثرى جسمان ريمي، هنا ريحانة الخلق العظيم، فقيدة آل صالح مع أخيها أبي كوكبا عبد الكريم، معا رحلا مع الزلزال صبحا وما أقسى الجرح الأليم. قصة بحس حالي إنه لا، إنه ساتنا بحلم، يعني الشيء صار يعني ما متوقع أبدا، وما كنت متخيله يوم من الأيام إنه أخواتي 2 اللي كنت شايف إنه ما مصدق إنه يروحوا بلحظة واحدة وبهيك كارثة طبيعية اللي مستحيل أي شخص يفكر إنه يصير فيه هيك. للأسف والحمد لله رب العالمين، هذا قدر وهذا نصيب. الأم المفجوعة بأبنائها تستذكر كل تفاصيل الكارثة وما قبلها، وتخبرنا عن قبلات ابنها الراحل أبي وكأنه كان يودعها، وعن ابنتها التي وزعت كل ما لديها من ألبسة قبل أيام من الكارثة، وعن المفارقة الغريبة التي حصلت مع ابنتها ريم التي كان مشروع تخرجها في الهندسة المدنية هو عن بناء مقاوم للزلازل، لكنها لم تعش لتحقق حلمها ورحلت تحت أنقاض بناء لم يقاوم الزلزال. الله يرحمها، أنه كان مشروع التخرج بناء عالي مقاوم للزلازل، بس للأسف توفت بهالشي هذا، وهي كانت أنه المفروض هلق الله يرحمها لو ما توفت أنه تكون هلق أنه مع الناس والمهندسين اللي أنه عم يكشفوا على المشروع وتعين على الأعمدة شو صار فيها، وتقوم وتساهم وتشارك بها الشيء اللي قريته ودرسته. في كل قرية وبلدة منكوبة لم يكن الضحايا خسارة لعائلاتهم فقط، لكنهم كانوا أبناء وإخوة للجميع، وخسارة لسوريا التي هب أبناؤها لمواساة بعضهم وتقديم كل مساعدة ممكنة للمتضررين ممن اختارهم القدر ليكونوا قربانا لبلدهم. شيل من قلبنا الخوف يا الله.